أعود لفضيلة الشيخ فيصل بن سعود العنزي الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمات وتفصيل دقيق لكل حاج على مستوى الخدمات الغذائية، على مستوى اللبس، حتى أعزك الله مستلزمات الشخصية، يعني خطة جديدة، حرص كامل. الحقيقة الترتيب الذي رأيناه هذا العام لم يسبق له مثيل أبداً، وشاهد العالم كله كيف يقوم الناس بالطواف، وكان هذا هو الهاجس الكبير، لأن الطواف كما هو معلوم حتى ولو كان العدد قليل يجتمع الناس بالقرب من الكعبة فيحصل التزاحم والتقارب، ولكن الحقيقة رأينا منظرا جميلا من الترتيب والتنظيم لم يشهد له المطاف مثيلا قبل ذلك. هذا الذي شاهدناه في الطواف سوف نشاهده في كل مراحل الحج. فعلى سبيل المثال المساجد التي سيصلي فيها الحجاج في عرفة وفي نمرة بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ عبد الله الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، ومتابعة شخصية منه ومن سمو أمير منطقة مكة وفقه الله، وكذلك بجهود الإخوة في وزارة الحج ووزارة الصحة، خطة متكاملة لضمان سلامة الحجاج وعدم تداخلهم، يدخلون من بوابات يخرجون من أخرى، كل حاج معلوم مكانه في المسجد، ومحققين التباعد مترين على الأقل من كل الجهات، ولكل مجموعة من الحجاج يعني ما يسمى بالزونات أو المجموعات، وكل مجموعة فيها كذلك أفواج، وكل فوج له أعداد، ترتيب وبالألوان وبالأرقام حتى لا يختلط أحد مع الآخر، حتى الذي لا يفهم اللغة في اعتقادي وفي ظني مما رأيت من ترتيبات لن يتوه في مثل هذه الترتيبات، وسيجد نفسه تلقائيا منظما ويسير على وفق هذه الخطة. أنا فقط أود أن أنول للأخوة المشاهدين الكرام، بكل تأكيد أنتم تسمعون صوت الهواء في المايكات، نحن في مكان يعني نتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في السنوات القادمة، على الأقل أنا شخصيا والزملاء بحج بيت الله الحرام، لكن نستشعر عظمة يعني هذا الركن العظيم من أركان الإسلام والله العظيم، ونحن نجلس في هذا في بطن هذا الوادي في منى بجوار حجاج بيت الله الحرام. وفي جو لطيف أستاذ محمد، الحمد لله الجو لطيف والسحاب والهواء العليل، سحاب وهواء، والحمد لله رب العالمين. أمن الله على المشاعر المقدسة وعلى مكة المكرمة بأمطار غزيرة مساء البارحة، وبإذن الله الليلة إن شاء الله نتمنى بإذن الله وندعو الله سبحانه وتعالى أيضا أن يتكرر المشهد الجميل ونعمة الأمطار التي شاهدناها وعشناها مساء البارحة على المشاعر المقدسة.